أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه من المستوى الثاني عن أمطار رعدية مرفوقة بحبات من البرد بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية ليلة اليوم إن شاء الله 11 ليلا. إذا أمطار تفوق 50 مليمتر على كل من أقول خنشلة، كذلك سوق راس باتنا، حتى على بسكرة وأيضا تبسة وسوق راس. إذا أخذ الحيطة مطلوبة. ما خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بحول الله نسبة رطوبة عالية خلال الصباح على الواجهة الساحلية مع ضباب ليتلاشى فسح لأجواء مشمسة صحوة، لكن على المرتفعات دائما سحب ستنتشر من النوع العالي أقول على الهضاب العليا الوسطى وكذلك الغربية. أكثر كثافة سحب ركامية رعدية ستخص أواخر النهار منطقة الأوراس مرفوقة ببعض القطرات من الأمطار تحت وقع رعود، رعود منعزلة على شمال الصحراء، كذلك أقصى الجنوب مرتفعات الهجار والتصلي هنا احتمال لبعض القطرات من أمطار أواخر النهار. زوابع رملية ستنشط بكثرة على الصحراء الوسطى، كذلك مناطق الجنوب الشرقي وأيضا جنوب منطقة الواحات. مقاييس خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد ما بين 19 درجة إلى غاية 24 درجة على الواجهة الشمالية. ننتظر مقاييس ما بين 27 لغاية 28 درجة على شمال الصحراء، كذلك ولاية إليزي 21 درجة على تمنراست، لكن ترتفع لغاية 32 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى دائما في ارتفاع المرتفعات الداخلية الغربية لتقارب 43 درجة تحت الظل على غليزان معسكر وشلف. مقاييس ما بين 32 درجة إلى 35 درجة على الواجهة الساحلية. ننتظر 41 درجة على غردية، 42 درجة على بشار، لكن طقس حر سيخص الصحراء الوسطى وولاية تندوف. مقاييس ما بين 46 درجة إلى غاية 47 درجة تحت الظل. للملاحة والصيد البحري لنهار الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بحر جميل هادئ على الواجهة الساحلية الشرقية والغربية، لكن قليل اضطراب على السواحل الوسطى مع رياح معتدلة لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة، تبقى ضعيفة شرقا وغربا لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. درجة حرارة مياه البحر تقريبا على طول الشريط الساحلي لن تتعدى 27 درجة مئوية. وقت غروب الشمس اليوم الغد على مصلحة العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 7:52 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.